فوزنا ان شاء الله بكره يكون يوم سعيد على الهويه كمان، ونقدر نوصل المباراه النهائيه نهائي دوري ابطال افريقيا، ونقدر نحقق نتيجه ايجابيه مع وفاق سطيف. كابتن حشيش، ما ينفعش تكونوا معايا النهارده وبكره مباراه مهمه للفريق الاول ما نتكلمش عنها. وفاق سطيف شايف المباراه ازاي بكره قبل ما اطلع على الفاصل؟ يعني بيقولوا لي يعني بسرعه تمام. لعيبه النادي الاهلي وشايف المباراه ازاي؟ عايز اقول ان المباراه مش سهله ابدا. يعني زي ما بعض الناس فاكره ان احنا المكسب هنا كبير وكل حاجه، بالعكس ده بيدي اريح. انا بقى العكس، بيدي اريحيه لفرقه وفاء سطيف ان مش خسران، يعني مش خسرانه حاجه. هي نازله حاسه ان عليها سكور جامد. بتلعب بثقه واريحيه، عارف اللي هي يا طابت يعني بينزل بثقه ان هو مش لسه هيحرز هدف ولا اتنين، هو بينزل من الاول هيضغط على النادي الاهلي يلعب مباراه على الاقل، حتى يقدم مباراه قويه قدام النادي الاهلي يرضي جمهوره بعد الخساره الثقيله في القاهره. يعني دكتور ثابت، سريعا موسيماني والنادي الاهلي بكره يخلي بالهم من ايه من فريق وفاق سطيف؟ هو اولا النادي الاهلي طول عمره مش بيفكر في رقم اتنين قبل ما بنفكر في رقم واحد. مظبوط. يعني احنا مش هنفكر في ماتش النهائي واحنا لسه ما صعدناش من نص النهائي. الكوره فيها كتير يا كابتن اسامه، والكوره علمتنا كتير، واخرها مباراه ريال مدريد والسيتي. مين كان يصدق ان ريال يجيب جونين في اخر في البلاس 90؟ الحاجة الثانية لازم يكون عندنا الدافع، واللعيبة يكون عندها الدافع ان احنا عايزين نعزز الرقم القياسي بتاعنا. النادي الاهلي النادي الوحيد في افريقيا اللي قدر يكسب نص النهائي ذهاب واياب في 2005 على نادي الزمالك، لما كسبنا نادي الزمالك 2-1، عملناها قدام الوداد، عملناها قدام الترجي، وان شاء الله بكره نعملها قدام وفاق سطيف. مهم جدا موسيماني ان هو يروح انا لسه انا متعادل، عايز اسجل هدف. لازم اتعامل مع المباراه بهذا الشكل، واعتقد ان ده اللعيبه والجهاز الفني عاملينه، واكيد ده اللي وصل اللعيبه النهارده كمان في المؤتمر الصحفي اللي شفناه سواء من موسيماني او محمد الشناوي. كل التوفيق لعيب النادي الاهلي. نروح لفاصل، وبعد الفاصل خبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس.